إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات. بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع، وتحية له أيضا باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة. ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، وتحية يملأها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابنا من أبنائها. وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي، وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحسن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم. وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمرا مقدسا وضامنا أبديا لأمن هذا الوطن واستقراره. وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حرا كريما مستقلا. شعب مصر العظيم، إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب ثم العمل الدؤوب ثم العمل الدؤوب بعزيمة وإرادة صلبة بعزيمة وإرادة صلبة من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضي. ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله، الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلا بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعظمة تاريخه. إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها. إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة وإلى الانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات. وبحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة.